لله أننا كمواطن المغرب، أنا قبل ما نكون فنانة أنا مواطنة مغربية بنت الشعب، وبإمكاني نستفد من العفو الملكي. الله يخلي لنا سيدنا والله ينصره ويخلي لنا بلادنا. الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله. أنا إنسانة بنادم وتانا مواطنة بحالي بحال هذا الشعب، وبإمكاني أنني نستفد من العفو الملكي. الله يجزيه بخير سيدنا. و كنبغي نشكركم كاملين ونقول لكم شكرا بزاف 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 على الوقفة ديالكم، لا معايا لا مع اختي، يعني والله ما عرفتش شنو نقول لكم. كلمة شكر هذه قليلة حقكم بزاف بزاف بزاف. الله يحفظكم ليا ونردها لكم في وقت الفرح والمسرات. ما بغيش انكم تمروا بحال هذه الأزمة وبحال هذه الحقرة وبحال هذا نهائيا. ما بغيش انكم تكونوا طيحوا مع ناس قدروا انهم يديروا في حال هذه المؤامرات، وقدروا انهم يضللوا الراي العام، وانهم يبقاو يشوشوا على الناس ويوصلوا لهم الكذب ويمشيوا الموقع يعني ما عندوش حتى الضمير، ويبقى يمرر في مغالطات فقط من اجل لقمه العيش. مجموعه ديال الاشياء، بيع ضميره على قبل فلوس. اش غتقول لي هذا؟ كيفاش غتتحاور معاه؟ مستحيل انك حتى يوقف حداك. وكيفاش هاد الناس قدروا انهم يديروا هاد الشيء؟ لو عين بين زعما امام الملأ، ومعادي عصابه امام الملأ، ها وحنا يلا القضاء من برا.